التاريخ المصري على اساس ايه بقى يا فندم هم بيدرسوه؟ على اساس ان فرانسوا شامبليون هو مكتشف علم المصريات. طب ازاي يا فندم في فرنسا بيتم تعليم الاطفال الصغيره تاريخ مصر واحنا في مصر بلد الحضاره نفسها وبلد التاريخ واحنا ما بندرسوش اساسا؟ ايه اللي حضرتك بقى منتظره؟ اللي منتظره ان في بعض الناس وبعض الناس اللي من بعد الثوره اللي هي قالت ان الاصنام حرام وان احنا عايزين نطمس ابو الهول وناس عايزين نحط عليه شمعة على التماثيل اللي في المتحف المصري ان دي حرام وهكذا وهكذا وهكذا. ده اللي حضرتك منتظره. اللي هيبس بقى في ايه؟ لما يجي واحد مثلا يقول التمثال ابو الهول حرام وان احنا لازم ندمر تمثال ابو الهول، ايه اللي حضرتك منتظره؟ ان لو واحد لقى قطعه اثر هو عمره ما هيروح يسلمها، لان هيقول يعني ات ليست ان ديت يا اما حرام انا ببيعها عشان بخلص البشريه من شرها. عشان واحد يغلط ويعبدها ولا حاجة. بالظبط. او ان انا ابيعها عشان يعني ان ديت لو اتباعت برضو ان طيب دي فلوس حلال. انا بس عايز ارجع شوية. اتفضل. بيتهيألي ان انا وحضرتك اتعلمنا تعليم ما قبل جامعنا تمام قبل ثورة يناير. تمام ايه مدى جودة ما درسناه عن الحضارة المصرية القديمة؟ صفر. وده هنا متعلق بثورة يوليو مش بثورة يناير. لا بص يا فندم، انا شايف من وجهة نظري ان التعليم في مصر هو عبارة عن تعليم خارج عن الحضارة المصرية وخارج عن التاريخ المصري خالص، الا الشخص المتخصص اذا كان هو بيخش قسم اداب تاريخ او بيخش مثلا سياحة وفنادق قسم ارشاد او بيخش مثلا الجامعة الامريكية قسم ايجيبتولوجي وهكذا. لكن ان ده اللي نتج عنه ايه يا فندم؟ ان في أمية أثرية وأمية تاريخية لدى أفراد الشعب. بمعنى يا فندم أنا في مرة واحد بيقول لي أنا رايح الأقصر دكتور، أنزل الأول على الغردقة، القطر هيقف الأول على الغردقة ولا هيقف على الأقصر؟ يعني يا فندم حتى أساسا ده أمية ما فيش جغرافية، جغرافيا كمان ما فيش حتى جغرافيا، هو يا فندم ما يعرفش أساسا يعني إيه، يعني هو أساسا ما يعرفش فين الأقصر دي أساسا، فاكر إن الأقصر جنب الغردقة وإن هو كل قطر واحد بيودي في كل حتة. فدي يا فندم كارثة. الأقصر على البحر الأحمر. خلينا نقول طبعا يعني احنا عندنا مشكلة واحنا بنحاول نحلها، بس يعني أكثر الدول يعني تقدما